أعظم دقيقة عندما تعلم أن قراءة سورة الإخلاص مرة واحدة تعدل ثلث القرآن. أعظم دقيقة عندما تعلم أن من قرأ آخر آيتين من سورة البقرة في ليلة كفته. أعظم دقيقة عندما تعلم أن من قرأ آية الكرسي بعد كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. أعظم دقيقة عندما تعلم أن من قرأ آية الكرسي عند النوم لا يزال عليه من الله حافظ ولا يقرب شيطان حتى يصبح. أعظم دقيقة عندما تعلم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من توظف أحسن الوضوء ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية. أعظم دقيقة عندما تعلم أن من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت ذنوبه إن كانت مثل زبد البحر. أعظم دقيقة عندما تعلم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله، فانشر الخير للغير، ووالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. اللهم فقهني وأخواني في الدين وزدنا علما وخشية يا رب العالمين.